الأزرقية أخصائية التغذية والحمية. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير على المستمعين الكرام. مرحبا بك. الله يخطيك. مرحبا بكم كاملين. إذن اليوم بغينا نتكلموا على أهمية التغذية في النمو السليم للطفل. أهمية التغذية فين غادي نلقاو هذه الأهمية هذه، وشنو هما العناصر الأساسية اللي ممكن أننا نركزوا عليها حنان؟ داكوغ، دونك أول حاجة خصنا نعرفوا شنو هو دور الغذاء. نعم. قبل ما نعرفوا على أهمية الغذاء بالنسبة للنمو ديال الطفل، نعم، فنعرفوا شنو هو الدور ديال الغذاء على الجسم ديالنا. أول حاجة الدور ديال الغذاء مهم جدا، حيت أنه كيساعد على بناء الأنسجة اللازمة للجسم ديالنا. كما كنعرفوا الجسم كيطرا فيه بزاف ديال الأشياء حنا ما كنحسوش بهم، مثلا تعويض أي حاجة كيتلفوا لينا الخلايا وعاوتاني كيتجددوا لينا، وكذلك الأنسجة كتعطي كذلك الطاقة اللازمة اللي في الجسم. الجسم ديالنا خصو واحد الطاقة باش يتحرك وباش نسخنوا الى غير ذلك. دونك خصنا نجيبوا تغذيه اللي هي متوازنه. ملي كنجيبوها كنجيبوها من البروتينات، الدهنيات، السكريات الى غير ذلك. وكذلك شنو كيساعد التغذيه اللي شنو كتساعدنا، ملي كيكون عندنا جسم كياخذ كي كاع الحاجيات ديالو اللي خاصه، شنو كيوقع له، كيحميه من الامراض، وكذلك كترفع له من المناعه، اضافه انها كتساعد في عده عمليات حيويه بحال التنفس. نعم. داكوغ، دونك هادي باش نستافدو من هاد الأشياء كاملة، شنو خاص الجسم ديال الطفل ولا الجسم ديال الشخص البالغ؟ نعم. أون جينيرال خاصو يجيب لنا تغذية متوازنة، وهنا بالضبط نهضرو على الطفل. الطفل علاش نهضرو اليوم على الطفل؟ لأن حاجيات الطفل هي حاجيات اللي هي أكثر من البالغ، حيت أنا الأضعاف. علاش هي الأضعاف؟ لسبب بسيط، لأن الطفل كيكون في فترة النمو، كيبني إكزاكتومون، خاصو النمو ديال الجسم، وكذلك نمو العقل ديالو، وكذلك نمو اعضاء. داكوغ. دونك هاد الاشياء هاد باش الطفل يكون عندنا نمو سليم وصحيح. نعم. نجيبوا ليه كاع العناصر الغذائيه، منها الماء. كما كنعرفوا جسم الانسان كيخصو 60% من الماء. اغلبيه الاطفال اللي كتلاحظي دابا كيكون عندهم اجتفاف، لان الوالدين كينساو يعطيو الاطفال ديالهم الماء. يمكن يمشي للكراش ولا للروض ولا المدرسه ويقدر يقول ويقدر ما يقولش انا عطشان. حيت ماشي كاع الاطفال كيديكلاري وداك الشيء اللي بغاو. نعم. كيقولوا فوالا ها شنو بغيت. دونك سي فور سا شنو خص الوالدين يديروا، الام ولا الاب اللي غيديو الطفل ديالهم مثلا كيما قلتي لاكراش، فعلى الاقل يدي له واحد القرعه ديال الماء، ويوصل المربيه ديالو بانها دائما في هذا الوقت ساعه ساعتين هكا كتعطي الطفل واحد كاس الماء. داكوغ. خص الطفل عاوتاني خصو الاحماض الدهنيه بما فيها الاوميغا 3 وكذلك الاوميغا 6. خصو السكريات، الهيدروكربونات. الاوميغا 3 والاوميغا 6 فين غادي نلقاوهم حنان؟ نلقاوهم في الاسماك سورتو، نلقاوهم في الاسماك سورتو. فيتامين ا، فيتامين ك بي سي، جميع انواع الفيتامينات، الحديد، الكالسيوم، النحاس، اليود، البوتاسيوم، السيلينيوم، الزنك، هادو كاع المعادن كيحتاج لهم الطفل. كيحتاج كذلك الى الالياف الغذائيه، وهنا غادي نسطر واحد النقطه مهمه على لي بريبيوتيك. هاد لي بريبيوتيك شنو هما؟ هما عباره عن نوع من الالياف الغذائيه. شنو هو الدور ديالهم؟ كيساعد على امتصاص الاملاح المعدنيه. نقدروا نعطيو دابا للطفل الحليب، ايه نقدروا نعطيوه ليه، حيت الحليب كما كنعرفوا فيه الكالسيوم وفيه الفوسفور. ولكن الا ما تمش فيه الفيتامينات كذلك الدهنيه اللي هي ا دي او كا، ولكن الا ما تمش الامتصاص ديالهم بطريقه جيده بحال ما عطينا الطفل حتى شي حاجه. دونك شنو خصنا؟ هنا كنكثروا الخضر والفواكه بالنسبه للطفل ديالنا، وكنجيبوا ليه كذلك العسل الحر، نعطيوه العسل الحر حيت هو فيه نوع من الالياف اللي هما لي بريبيوتيك، اللي كيزيدوا امتصاص الامعاء للكالسيوم والفوسفور. حيت حنا الكالسيوم والفوسفور فاش كيتمتص لينا كيتمتص لينا في الامعاء في المصارم ديالنا، ابخي عاد كيدوز معنا فيتامين دي اللي كناخذوها من الشمس، وهي نوع من الفيتامين اللي هي اكتيفي، ماشي بحال الفيتامين دي اللي كناكلو حنا في الماكله. سي فغي كو الماكله كتجيب لنا، ولكن ماشي بكميات اللي هي كثيره. تكلمتي على الحليب حنان، واش الحليب بانواعه؟ ام الحليب ديال الرضاعه الطبيعيه؟ ام حنا هنا دابا كنهضروا على بالنسبه للرضاعه الطبيعيه، في الشهور الاولانيه كامله رضاعه طبيعيه، وغدا ان شاء الله غنهضروا على الدور ديالها المهم. واللي بغى يكمل حتى العام الله يعطيه الصحه في هذه المساله. الله عليك. إذا الرضاعة الطبيعية هذه احنا هي مستثنيها، ولكن كنهضروا على الحليب. نعم. ما شي حاجه ما نحتاج مثلا نهضروا عليها، لان نحن في الدول المتقدمه دابا كان الحال هذه، هما ما كيديوهاش في الرضاعه الطبيعيه، فالام كتولد كتخلي الطفل ديالها صافي كيعطيو له بيبون ديال الرضاعه، لكن دابا لا، هما اتجهوا
جهة الرضاعة الطبيعية اتجاه صحيح الصحيح اللي عرفوا الدور ديالها في النمو السليم والعقلي والصحي للطفل. وحنايا وين كنمشيو في اتجاه الرضاعة الصناعية وغدا ان شاء الله غنتحدثوا على الفرق بين حليب الام وحليب الرضاعة الصناعية ان شاء الله. داكوغ دونك كيما حنا ديما كنهضروا على هاد لي بريبيوتيك الدور ديالهم كذلك كيساعدونا انه ما تهبط ليناش الكتلات ديال العظام ديالنا. الطفل في حالة نمو يعني خصو الكتلة ديال العظام ديالو تا هي خصها تزاد. دونك حنا إلا ما جبناش ليه هاد الألياف الغذائية اللي هي الخضر والفواكه إضافة إلى الحليب دونك حنا هنا نقدروا أننا تكون عندنا إنفخاجيليتي أوسوز هشاشة العظام مع الوقت. كيكون الطفل عنده السكلت ديالو رقيق وكنلاحظوها في بعض الأطفال كيكون عندهم السكلت ديالهم رقيق. هادشي ناتج من أنهم إما ما كيكونوش كياخذوا رضاعة طبيعية اللي هي سليمة ولا ما خداوهاش ياه إضافة أن التغذية ديالهم من نهار الإدماج ديالها ما كانش ادماج صحيح. نعم داكوغ. اضافه ان هاد لي بريبيوتيك الدور ديالهم انهم كيرفعونا من المناعه وكيحمونا الاطفال من امراض السرطان. والله سربوا لينا كنشوفوا اطفال كثيرين عندهم سرطان ديال الكولون عندهم سرطان الدم اذا عندهم انواع عديده من السرطانات. دونك هنا هضرنا على جميع العناصر الغذائيه ولكن دابا غنهضر لك بالضبط على الجلوكوز وعلى الحديد. علاش الجلوكوز وعلاش الحديد؟ حنا عقل ديالنا كيحتاج ما بين 120 حتى 140 غرام ديال الجلوكوز في اليوم. هي بمثابه وقود. والاطفال ديالنا كنصيفطوهم للمدرسه وبزاف ديال الاباء والامهات كيساو ما يعطيوش الاطفال الفطور وجبه الافطار. الوغ وجبه الافطار عندها واحد الدور مهم راه كنا هضرنا عليها في اول السنه وحنا اليوم كنزيدو ناكدوا عليها. وجبه الافطار راه مهمه جدا خصنا نعودوا ولادنا واخا ما يبغيوش حيت كاين شي وليدات اللي ما كيبغيوش يفطروا في الصباح. علاش اختي ما عودناهمش وهنا فين كتجي تربيه الاهل. حيت الطفل ملي كيتزاد كتكون عنده واحد الشهيه كتكون لطفل والشهيه ديالو كتديكلاري ليه في الوقت ديال الجوع انا فيا الجوع. وما ننساوش واحد النقطة اللي هي مهمة عندنا الأنسولين كيتفرز لنا في الجسم كما سبق لي شرط في الحصة السابقة. لأن الأنسولين كيرتفع لينا في الدم طبيعيا الساعة ديال 9 الصباح قبل البيك وفي جوج النهار. يعني الطفل إلا عطيتيه الفطور ديالو وعودتيه مثلا وعطاني الإفراز ديالو كيتم على حساب أنت كيفاش نظمتي الغذاء الطفل ديالك. مثلا حنا في الصباح عودنا الطفل يفطر مع 7 الصباح كوني على يقين هذاك الأنسولين غادي يتفرز في 7 الصباح يوميا. ما بغاش الطفل في النهار الأول ما بغاش في النهار الثاني ما بغاش الثالث الرابع غادي يبغي. وخصنا نحاولوا هذاك الفطور دائما يكون مجموعة من النشويات. ومين كنهضر على النشويات كنهضر على الخبز الكامل. الخبز الكامل علاش الخبز الكامل؟ لانه كيعطينا واحد الطاقه بطريقه تدريجيه. يعني الطفل ما غتهضمش ليه ديك السكريات بسرعه. كتبقى في الجسم ديالو كيفاش كيبقى داك التركيز ديالو ما كيحس بالجوع. حيت اون فوا الطفل كيحس بالجوع غادي يفقد التركيز اوتوماتيكمون. هذه حاجه طبيعيه. الا كان كاع هذا الطفل ما بغاش يفطر لينا مثلا نعطيه كميه اللي هي بسيطه ولكن ما ننساوش نعطيه اللومجه ديال العشره. فهمتيني اللومجه ديال 10 عاوتاني يمكن الا صيفطيه للمدرسه ولا خاص توصي على هذه المساله واش هما مثلا ملتزمين بها ولا لا. استاذه حنان اكيد اكيد رانا كيدخلوا بزاف ديال العوامل. ولكن حنا ما ننساوش الدور ديال الاباء. الام ولا الاب خاص الا ما مشيش يكون اكزيجون اكيد حيت الا ما اكزيجيتيش راه في الحياه كامله راه ما عمرك ديري شي حاجه. دونك خصنا ليكزيجونس. هنا فين كيجي تدور جمعيه الاباء والامهات. جمعيه الاباء اللي كتكون في المدارس هنا فين كيجي الدور ديالها. علاش ما يديروش هما كيقولوا هذا الاستاذ ما كيقريش مزيان نقدر نمشي نقول مثلا هاد التغذيه ديال الطفل ديالي بغيتو في العشره تكون عاده غذائيه مع 10 كاع الاطفال نجيبوا لهم التمر مثلا والحليب ولا غيجيبوا لنا غير التمر حنايا. ونحاربوا العادات الغذائيه السيئه. خصنا كذلك الحديد. الحديد ملي كنجيبوه من اللحوم الحمراء سيغطو. اللحوم الحمراء فيها كميه كثيره من الحديد وكذلك الدجاج. هنايا علاش الحديد كنانسيتيو عليه؟ لانه اي نقص الحديد كيؤدي الى قصور في النمو. وكذلك قصور كذلك في تحصيل الدراسي للاطفال. دونك هنايا كاين بعض الاباء كيقول لك الطفل ديالي الا عطيتو اللحم كيردو ما كيبغيش كنعطيهش نيتي ما كيبغيهاش. انا علاش ما نقلبش على طريقه كيفاش ان هذا الطفل نحبب له هذاك الغذاء هذاك اللحم مثلا ولا ذاك السمك الى غير ذلك. حيت كاين بعض المرات بعض الاباء شنو كيديروا كيجيبوا اللحوم اللي هي كثيره الدهن كيف الطفل اون فوا كياخذها كتقلع المعده ديالو. دونك حنا خصنا نحاولوا نعرفوا نختاروا لهذيك لا ترونش اللي ناشفه مثلا ناشفه وما فيهاش ذوك الالياف اللي كيبانوا. وصعبه الهضم. فوالا ملي كيكونوا ذوك الالياف كيكونوا صعبين الهضم سي نورمال حنا كبارين وما كنقدروش اننا ندغوها. دونك فما بالك الاطفال. دونك هنا
باش نعطيو نصائح هي إيه شامله. إيه خلاصه واحد الحاجه الاباء والامهات خصهم يكونوا قدوه للاطفال ديالهم. نعم. هم يعتادوا على حاجه مثل الابتكار في اعداد وجبات الطفل، حيت الطفل كياكل بعينيه قبل ما كياكل. حاجه واحده اخرى احترام شهيه الاطفال. حيت كاين بعض الاباء شنو كيقول بالنسبه لهم، راه الطفل الا مشاو كيبزوا عليه الماكله راه غادي ياكل. الوغ كو نو، تقدر دير لهم مثلا، تقدر تسبب لهم في ارتباك في السلوك الغذائي ديالهم، تروبل دو كومبورتمون اليمونتير. يقدر الطفل انه خلل، يقدر الطفل انه يكره لك ديك الماكله. كتجي بالنسبه له اون فوا كيشوفك بالنسبه للعنف. نعم. دونك نخلي حتى لو مومون ديال الغذاء وغادي ياكل لينا. نتمنى وان شاء الله بهذه النصائح هذه ياخذوها الاباء والامهات بعين الاعتبار، لان اللي كيهمنا بالاساس هي الصحه ديال وليداتنا. استاذه حنان الزرقي، شكرا لك، شكرا على تدخلاتك معنا وعلى المعلومات ديالك استاذه حنان. الى الغد.